مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا دائما عبر الام تي في، واليوم هو اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه، وبالتالي اليوم اكثر من 12,000 من ذوي الاحتياجات الخاصه كانوا اليوم عم بيرجعوا يسمعوا صوتهم على مساحه الوطن، بدءا من الصرح البطريركي في بكركي، مرورا بطريق المطار الى صيدا ثم الى الشمال. وطبعا اليوم لما بنقول ذوي الاحتياجات الخاصة يعني هن وكأن كمان جزء لا يتجزأ من هذا لبنان يلي كمان اليوم عم بيعاني بكل شرائح المجتمع مما يعانيه. وبيأسفني شوف على عنوان جريدة كويتية بيقولوا أهل لبنان مهددون بالمجاعة، شو ناطرين بعد؟ يعني اليوم يمكن التكاتف والتضامن هو الحل، ولكن لنوصل له في ناس بدها اليوم عناية ما فينا نتركها إطلاقا، وبالتالي مش أول مرة بدقوا ناقوس الخطر وبيهددوا بالإقفال، وبالفعل هالمؤسسات أقفلت. بمعلومتنا لليوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أصدرت بيان لمناسبة اليوم الوطني لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بتقول فيه في ظل الظروف الاستثنائية اللي عم بمر فيها الوطن وانطلاق من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن المبدأ الدستوري للمساواة في الحقوق بين المواطنين، ونظراً إلى ضرورة احتضان ذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين حقوق ودمج في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم بمختلف المجالات، بتذكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية باليوم الوطني للدمج اللي كانت قد طالبت بتحديده كل ثلاثة من كانون أول بحاسب تزامن هاليوم مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 4/3/47. بتأكد الهيئة بهالمناسبة ضرورة العمل على تحقيق مجتمع دامج على الأصعدة كافة من خلال التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات العامة بهدف تأمين الحاجات الأساسية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأول حق في التعليم النوعي في المدارس وحق في العمل، وأنا بقدر زيد حق في العيش بكرامة ضمن مؤسسات اليوم هي غير مؤسسات، لأنه هي اليوم عم تضمن استمرارية حياتهم بكرامتهم. وطبعاً اليوم بهذه المناسبة رح أتوقف مع من المسؤول. معالي وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ريشار قيوميجيون، يعطيك العافية. بعرف هذا اليوم قديش مأثر معك، بدأت ببكركي أولا اعتذرت على التويتر، بعدين لما التقيت ببكركي ببعض مؤسسات المتن وكسروان تأملت وقلت أنه هذا جزء من مشكلة عم بيعاني من البلد، ووعدت ببعض هيك جرعات أمل عطيتها. يا ريت بهالنهار هيدا شو منقدر نقول لهالمؤسسات، شو منقدر نقول لهال 12,000 من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأهاليهم كمان يلي اليوم ناطرين كمان أي بادرة أمل من هذا الوطن، شو بنقول لهم بهذا النهار هيدا؟ لوين استخلصت باتصالاتك؟ يعني أنا بقول لهم أنه عم نبذل كل جهدنا وكل طاقتنا وكل قدراتنا هالمؤسسات هيدي تابع عملها، هن بحاجة اليوم لدعم مالي فوري، هن بحاجة إلى أنه يقبضوا مستحقاتهم، يبلشوا يقبضوا مستحقاتهم عن العام 2019. طبعا صار في تأخير إداري نتيجة تعقيدات الإدارة اللبنانية وبين إقرار موازنة وإمضاء عقود وإرسالها إلى الديوان، عودتها من الديوان، الشغل عليها هلا بالوزارة، وإرسالها من ثم إلى وزارة المالية للصرف. نحن اليوم في هذه المرحلة، في مرحلة إنه إعداد العقود النهائية والفواتير وإرسالها إلى وزارة المالية خلال أسبوع أو 10 أيام. ما في شك إنه هالمؤسسات هذه تعاني من ضائقة مالية كبيرة ليست من ساعتها، وبالتالي
طبعا انا راح ابذل كل 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 جهدي انه تصلن هالاموال هذه، لانه هلا يعني بغض النظر عن الازمه الكبيره اللي عم بعيشها البلد، الازمه الاجتماعيه، بغض النظر عن وضعيتهم اليوم، هم بحاجه الى انه يدفع لهم مبلغ تقدروا يكفوا، بعدين منناقش مين على مين المسؤوليه وكيف الاداره بتشتغل وكيف التاخير صار. يعني اليوم هذه هي الاولويه، هذه هي اولويتي اليوم، وانا رح يعني مجند كل الوزارة مشان نخلص شغلنا ونرسله للمالية بأقرب وقت ممكن. وعلى المالية ما تأخر يعني كمان بدفع المستحقات؟ لا لا الحقيقة لا، طبعاً نكب التهم هون وهون. المالية بعد ما وصلها شيء من عنا تتبلش بالصرف، واليوم موعد وزير المالية أنه لما بتصلوا هالعقود هيدي رح يمشي الصرف ويبدأ بدفع الأموال للجمعيات هذه. عرفنا معاليك أنه إضافة إلى العقود هناك سلفي كمان طالبينه، شو قضية السلفي؟ السلفي بالتوازي هذه، سلفي يمكن تزبط يمكن ما تزبط، بس يعني لأنه فيها دونها عقبات قانونية كمان، ما بدنا نفوت نطلع من محل نفوت بمحل آخر. السلفي رح تكون يعني كمان مضيع أنا مشان تنكون بالتوازي مع إمضاء العقود ومع السلفي تما يوصلوا لهالمؤسسات لحيط مسدود، يعني بضل يمشي شيء تنأمن لهم مبالغ مالية، يعني ناخد كل الإجراءات تما نوصل على الحائط المسدود. معالي الوزير، التقيت بغبطة البطرك اليوم، أكيد يعني بدلتوا الهواجسون، بس كمان خطبت المؤسسات ومن خلالهم لكل اليوم يلي اعتصموا حتى يرجعوا يعني سمعوا صوته من جديد. هل ستفتح المؤسسات بكرة؟ لأنه في منها وقف لحين ما يعني هالسلفات إن شاء الله قبل عيد الميلاد هالعقود هيدي تصير، أو بدنا يعني ننطر لا تصير حتى نفتح نرجع أبوابنا؟ لا لا لا، يعني كنت عم بقول لهم إن شاء الله قبل عيد الميلاد، قالوا لي ما تقول إن شاء الله، قول أنت مسؤول لازم تقول رح تندفع. أنا اللي بقوله رح أبذل كل جهدي تتندفع. يعني هل اقتنعوا يعني فينا نقول هالمؤسسات اليوم رح تفتح أبوابها بكرة وتستمر؟ لازم تفتح أبوابها. يعني أنا بفهم وجعهم، بفهم آلام الناس وصرخة الناس ومعهم حق. انت عم تقولي من المسؤول؟ المسؤول هو الدولة، كلنا مسؤولين، انا ماني عم بتخلى عن مسؤوليتي، بس طبعا تركيبة الدولة، إدارة الدولة، التأخير اللي عم بيصير طبعا مش شخص واحد مسؤول عنه للأسف، كله هيدا يعني جزء من اللي ممكن الثورة تؤدي له برأيي، ثورة إدارية بالدولة. وبتعرف انت قديش الإدارة مهترئة وقديش عفنة وقديش بتاخد وقت وقديش الروتين الإداري، يعني الروتين البلا طعمة في بعض الأحيان، كله هذا بده نفضة، كله هذا، بس هذا بحث آخر، يعني بحث مش يعني ما بيتاجى بوجع الناس للكلام عن هذا الموضوع. بس ما في شك هذا جزء أساسي من التأخير. رح نحط كل جهدنا، رح أبذل كل ما أوتيت من سلطة من 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 تجنيد أشخاص يشتغلوا، من تسخير كل الوزارة لنخلص الفوتير هذه ونبعثها على المالية بأقرب وقت تيقبضوا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، نحن أمام أزمة اجتماعية، أمام كارثة اجتماعية غير مسبوقة، وللأسف أنا من البدء، من أول ما بلشنا نبحث الموازنة 2019 دقاتنا قوس الخضر وقلنا له نحن أمام كارثة اجتماعية. يعني كنت طارح زيادة 35 مليار لهالجمعيات بالذات. يعني أول مرة لما دقوا قوس الخطر وكانوا بخطر فعلا، كان في تضامن معهم لا حتى يرجعوا يوقفوا ويكملوا. وهيدي يمكن ميزة اللبناني اليوم بهذه الظروف، قديش قادرين كمان مع الدولة نتضامن؟ كلنا سبب نتضامن. الدولة شو فيها تعمل، أصحاب الأيادي البيضاء شو فيها تعمل، يعني كمان هون بطرح الصوت من خلالك، يلي عنده حس إنساني، يلي معه أموال حابب يتبرع لهالجمعيات هيدي منه لألهم مباشرة،
يتفضلوا هلا التايم يعني الوقت المؤاتي الى انه كلنا سوا نوقف ونتضامن اجتماعيا وانسانيا مع بعضنا البعض. هلا اليوم هو اليوم اذا بدك. هودي الجمعيات ما بتكفيهم يلي الدولة عم تعطيهم اياه، انا متاكد من ذلك، وبالتالي كل شخص بحب يتبرع لهم فليذهب مباشره الى هذه المؤسسات ويناقش معها امكانيه ان يتبرع. يعني بحسب تسند خاوي مثل ما بيقولوا. صحيح. بس يعني انا اطلب وادعو كل من يملك القدرات على مساعدتهم فليساعدهم. طبعا هي مسؤوليه الدوله اولا. أكيد. واخرا. صحيح. ما في شك. بس هاي الدوله هاي امكانياتها هلا هيك، ونحن في ازمه حاده لتخطيها انا برايي بحاجه الى تعاضد انساني عام في لبنان. يعني انا بدي اشكرك، وان شاء الله تكون هاليوم هالخبر اللي عم بتقوله انه الانكباب مع فريق العمل عندك بالوزاره لأسرع وقت ممكن لتتحول هذه العقود إلى المالية وتصرف بأسرع وقت حتى ترجع تنتظم شوي هالمؤسسات، لأنه يحق لهم أن يعيشوا بكرامتهم، يكون عندهم حق في التعليم وحق في أيضا الاهتمام فيهم. أنا بشكرك معالي وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصنيف الأعمال ريشار قيوميجيو. فاصل ومنتابع. تابع الحل عنا وباخذ اتصالاتكم على 0444444. الو 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 تفضلي. الو مدام ربيكا. ايه تفضلي. انا بدي اقول للمدام انه نحن مقدمين مساعدات مرضيه من شهر تموز، وكل ما بنسال عنا بيقولوا مش عم بحولوا لنا مصاري. ما هيدول نحن دافعينهم ومدينينهم. محول يعني هيدي مقدمينها وين؟ ضمان؟ نعم. ضمان؟ لا تعاونية. تعاونية دولي. لقلك ان شاء الله هالجمعة بيكون عندي هيك اتصال مع الرئيس مجلس الإدارة المدير العام دكتور يحيى خميس، لأنه اللي عرفته انه تحول للتعاونية مبلغ، ولكن ما بيشكل 15% من الملفات المنجزة يلي بدها بس دفع. عرفتي؟ يعني كل ملفاتكم من قبل التعاونية منجزة، ولكن المشكلة بتحويل المصاري للتعاونية لتقدروا انتو يعني تاخدوا هالفرق هالمساعدات المرضية. ان شاء الله هالأسبوع بعمل شيء بهذا الموضوع بعطيكم جواب. اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو الو بونجور. بونجور ريبيكا. بونجور. بونجور. وحياتك تسمعيني للآخر وبعدين علقي على بدك. حسب الوقت يعني، ما بدي تطول كتير، طريتك مجال لغيرك. تفضل. يا أبتا لا يدرون ماذا يفعلون. هلا قلي شو المشكلة، ما بدي لأنه ما عندي وقت إلا دقيقتين. يعني عندي دقيقتين. عم بصير الفقير اللي عنده مبلغ صغير بالبنك بيروح يجيبه تياكل ويشرب، أو مريض عنده دواء بده يجيبه بيتمقطعوا فيه هودي البنوك. شغلة تانية أكبر من هيك، نحن كتجار كبار ما بعرف نتعامل مع البنوك الوطنية. لازم يعرفوا هودي البنوك الوطنية إنه ما بعرف نتعامل مع ولا بنك منهم. بدنا نسيسر أشغالنا. أنا سكرت شركاتي هون، من أضخم الشركات هون وبالعالم سكرتها بالشهر الماضي، بس ما صرفت موظفيني، بعدني عم بتفعلون. بس هني شو عم بيعملوا؟ شركات نحن عمرنا فوق 150 سنة. هذا اللي بدهم اياه انه ما نعود نشتغل بلبنان. عنا اشغال برا، رح نفل نتكل على برا وما بقى رح نعود لهون. والشيء الايجابي اللي رح يصير بالاشهر المقبلة هو اندماج المصارف الكبيرة مع الصغيرة. يعني عنا 65 مصرف رح يصيروا 30 مصرف. بس شو اللي عم بيعملوه المصارف؟ والاستنسابية بالدفع مسؤولة عنه جمعية المصارف والمصارف والمسؤولين. وتحية للوزير اللي كان عم بيحكي نجريان قيوميجيو. نجريان قيوميجيو ماتوا من بكركي. هيدا الشخص أقل كلمة تقال فيه إنه نبيل. نحن منفتقد بهيدي الفترة لناس أوادم من هالصنف، حاجتهم يقولوا لنا تكنوقراط ومستقلين وما بعرف شو. بدنا ناس أوادم
كفاءه تنهض بالبلد. لقلك شغله اللي عم تحكي ينصب الحكومه لانه ما في شيء رح ينقذ البلد الا هالعامل هيدا هلا. صحيح. حاضر. يعني المؤسف اللي بدي اقلك انه نحن دقينا ناقوس خطر من زمان وكنا عم نحذر وكنا واعيين ولكن ما كان في استجابه لوصلنا له. نحن اليوم بدنا نقول انه بدنا حكومه هلا قبل بعد شوي. يعني هيدي يمكن هيدي قصوى, هيدا طلب يعني, ومش وهيدا شيء طبيعي ببلد يكون عنده حكومه, يعني مش عم نطلب المستحيل اطلاقا. شكرا لاتصالك. صوره اليوم نشوفها سوا. على التواصل الاجتماعي عم نشوف اخي اللبناني, اذا لم يكن لديك مال ما تستحي وتترك عائلتك, ولكن تعال عنا خذ اللي بتحتاجه واهلا وسهلا فيك, لانه فرزقي رزقك على الله. رزقي ورزقك على الله, قديش مهمه هالكلمه رزقي ورزقك على الله. يا ريت هيك بتفوت شوي بدان المعنيين اللي مش عارفين وين رزقهم, واذا من الله هيدا الشيء كتير معيب. رح اعطيكم موعد بكره مثل العاده على الام تي في الحل عنا. الى اللقاء.